وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة. واعلم أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة، واعلم أن من أعظم نعم الله عليك أن مد في عمرك، فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من حبيب. تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد، ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ اجعل لك من هذا الحديث نصيب. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم. احرص رعاك الله أن تكون من خيار الناس، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. فالمطلوب منك ومنك ومني تحقيق تقوى الله جل في علاه. تقوى الله الغاية المنشودة والدرة المفقودة، والآخرة عند ربك للمتقين. وإليك بعضا من أخبارهم، وقالوا لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفا. وقرئ على عبد الله بن وهب: وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وقال أحدهم: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقال أبو سليمان الداراني: كل يوم أنا أنظر في المرآة هل اسود وجهي من الذنوب؟ هذا حالهم، فكيف حالي وحالك؟ لبسنا الجديد وأكلنا الثري ونسينا الوعيد وأمنا الأمل البعيد. رحمك يا رب، لماذا تريد الحياة؟ لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع عينك من خشية الله جل في علا؟ إذا لم تمدحه في السحر؟ إذا لم تزاحم بالركب في حلق الذكر؟ إذا لم تصم الهواجر وتخفي الصدقة؟ هل العيش إلا هذا؟ هل العيش والسعادة إلا هذا؟ إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. نداء أخير: ويحنا ما أغفلنا، ويحنا ما أغفلنا، ويحنا ما أجهلنا، ويحنا لأي شيء خلقنا، أل الجنة أم للنار؟ يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المتهجدين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فطوبى لمن أجاب، فطوبى لمن أجاب فأصاب. رباه عفوك، إني للنور مددت يدايا، أبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا،
وحفنة من وعاء غرفه من دمايا، ولا لغيرك دوى يا رب يوم الندايا. يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهل، ولا تعاملنا بما نحن أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.